مرحبا يا حلوين، اعذروني على الغياب الطويل. بعرف بعرف بعرف، ولكن خلص انا من هون وطالع ان شاء الله حضني انزل. كانت هاي الفتره فتره برين ستورم تصير هلا، ومش زي ما دائما بحكي انه حتصير، لا هي هلا يعني بعد ساعه في بوست ان شاء الله، وغير هيك من هون لبعدين راح نصير ننزل دائما، ووراي هيك كمان تيم لطيف يصيروا يتابعوا في الموضوع، فان شاء الله ما راح اقصر معكم. فبيردي لحظة يلا فقط، وباش نعطيو راسنا طاقة إيجابية ونعطيو راسنا الموتيفيشن باش ندوزو هاد النهار، خصنا نديرو حاجة وحدة. اشنا هي؟ صباح الخير. صباح الخير عليكم كاملين. شوف أنا عارف إيش صباح الخير، ولكن نعطي راسي الطاقة الإيجابية باش يلا فقط، خصني نقول لكم صباح الخير بهالطريقة. شيء تاني اللي بغيت نقول لكم، بلاتي بغيت نقول لكم شكرا بزاف بزاف بزاف، شكرا كثير على التفاعل ديالكم البارح. وصلنا الفيديو تقريبا 1,000,007 شي حاجه واو. كتزيدوا تاكدوا لي ان هنا راهي دافامين، راهي دافامين، راهي تهرس. السلام عليكم. بل المفروض خصني نقول لكم تصبحون على خير، ها، ولكن انا دابا نقول لكم صباح الخير. حق الساعه تقريبا عندنا 6 الصباح، شنو الدرم ديالي انا نفيق مع 6 الصباح؟ علاش؟ الله اعلم. الاشياء اللي ما كنحبهاش صراحه في السفر هو فاش كنمشي لشي دوله كيكون عندي مشكل ديال التوقيت، يعني خاصني كل دوله نمشي لها خاصني نولف على التوقيت ديالها. اول شيء ديك الساعه عاده ممكن نعيش فيها اليز، ممكن نعيش فيها مرتاح. مثلا دابا البارح بغيت نقاد النوم ديالي في دبي، فنعست على الساعة 11، والمشكل شنو هو؟ أنني فاش فقت لقيت أنها باقي الظلام، يعني شنو غندير في هذا الوقت؟ الله قولوها قول أعلم، الله أعلم، ما عرفنا شنو غنديرو دابا. لا لا لا، يشوفوا الفندق يجريو عليا، يشوفوا هذا المظهر الفندق والله تيجريو عليا بالله. ضيعت نهار كامل، ولكن ندير حاجه وحده، كنصوب في الغرفه. وهذا هذا علاش؟ هذا شكون اللي حط اليد هنا فاش ما كتلقاش شي حاجه؟ شكون اللي حط اليد هنا على والديك؟ شكون النهار كامل الريضه فاميلي. شوف مني جيت وانا كنقرا الرسائل ديالكم، كتقول لي ريضه بغينا كل نهار اكتيفيتي ولا كل نهار شي حاجه جديده. انا كنقول لكم حاجه وحده، ان هادشي غادي تشوفوا ان شاء الله في اليوتيوب، ولكن شوف شي حاجه غتفتخروا بها وغتقولوا واو مغربي يدير هادشي. فاش جيت لدبي صراحه انا جيت للشغل باش نطور داكشي اللي كندير، باش نطور المحتوى ديالي بشكل كبير. فكنتسنى منكم حاجه وحده ان شاء الله، دعواتكم وان شاء الله يكون خير يا ربي يا ربي. الحاجه الثانيه هو انني بغيت منكم رضا فاميلي تقترحوا عليا اسماء فنادق كاينين في دبي. حقاش الحاجه اللي اكتشفتها ما يمكنش نبقى في فندق واحد واخا يكون فيه فيو زوين لمده اسبوع. حقاش كنحس براسي بحال بارك في الدار، لا انا خاصني نحس براسي كنسافر من فندق لفندق لفندق لفندق، فاقترحوا عليا فنادق هنا. اوكي يلا.